إذن مشاهدينا، هذه الصور التي تشاهدوها الآن على الشاشة هي صور لقوات شيشانية. هذه القوات تتجه نحو روستوف، روستوف طبعا في جنوب روسيا، والتي كانت تحدثت قوات فاغنر على أنها تسيطر على بعض المقار الأساسية فيها. أعطي إنفاليرا بريغوجين أعطينا أنا أحكر السبوب. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.